نصدق. دفع لهم فلوس 3000 وطلع غلط. بالرغم من انه كان في اجماع من طلبة ثانوية عامة على ان امتحان الانجليزي ده اسهل امتحان امتحانوه، وطبعا كلنا عارفين ان ده حدث ما بيتكررش كتير في امتحانات الثانوية، بس من وسط الطلبة الكتير اللي كانوا فرحانين ومبسوطين بالامتحان كان في بنت زعلانة ومتضايقة، فوقفتها مذيعة وعملت معاها انترفيو. ومش هتصدق البنت كانت متضايقة ليه، اصلها اشترت امتحان من شاومي واتنصب عليها. ايوه ما تستغربش، تعال نشوف الفيديو مع بعض. تصدق دفع لهم فلوس 3000 وطلع غلط. زي ما انت شفت كده، بنت اشترت امتحان ثانوية عامة من شاومي ب 3000 جنيه، وأول ما دخلت اللجنة طبعاً اتصدمت إن مش هو الامتحان، وإنها اتنصب عليها واتبع لها كام سؤال مالهمش أي علاقة بالامتحان، وهي قعدت تدح فيهم علشان تتصدم في اللجنة إن مش هو الامتحان اللي اتبعت لها، وعشان كده كانت متضايقة وبتحكي واقعتها مع شاومي وإزاي اتنصب عليها. بس خد الأكبر بقى، إنه في بنت تانية معاها في نفس الفيديو أكدت إنه سبق واحدة زميلته اشترت امتحان الفيزياء ب 500 جنيه، وكان هو الامتحان، واللي هو بقينا بنتكلم عن إننا اشترينا امتحانات عيني عينك كده. ومع ان شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم اكد بشكل قاطع ان كل الكلام اللي بيتقال عن التسريبات ده مش حقيقي، الا اننا قدام بنات بالفعل بتقول ان هي اشترت الامتحان وانهم دخلوا لجنة لقوه. وكلام البنات دي جاء عليه هجوم كبير جدا في التعليقات، واولياء الامور بتتحاسبن على مجهود ولادهم اللي بيضيع بمنتهى البساطة بسبب التسريبات دي. فتفتكروا ايه الحل، وليه الطلبة بيلجأوا للطرق دي حتى لو مذاكرين؟